بالدموع الحارة أكرمت إلهان عمر عائلتها التي كانت وراء قدومها للولايات المتحدة وانخراطها في العمل السياسي بها، وبنفس الحرارة والدموع أيضا حيت كل الذين وقفوا معها في طريق صناعة هذه اللحظة التاريخية من متطوعين وناخبين ومتعاطفين. أقول للناس في مختلف أنحاء الولاية وفي كل هذه البلاد الذين استثمروا في شخص لم يلتقوا به من قبل والذي سيكون ممثلا مباشرا لهم شكرا. وفي سباق الأخير تحدثت عما يعنيه فوزي لتلك الفتاة ذات 8 سنوات في مخيم اللجوء، واليوم لا أزال أفكر فيها وفي الأمل والتفاؤل الذي ستشعر به مثيلاتها في هذا البلد وفي العالم من خلال الوجوه الجميلة التي انتخبت وآمنت بشخص مثلي. شكرا جزيلا. إلهان التي صنعت التاريخ للمرة الثانية على التوالي بانتخابها قبل عامين لعضوية مجلس نواب الولاية، ها هي تصنعه مرة ثانية بنجاحها في كسب ترشيح حزبها لانتخابات نوفمبر المقبل عن المقاطعة 5 لعضوية الكونغرس، وهي الطفلة التي جاءت الولايات المتحدة لاجئة عندما كانت في 8 من عمرها. الحقوق التي نتمتع بها هنا في أمريكا لا يمكن أن تراها في أي مكان آخر. إلهان التي ترشحت لهذا المنصب لخلافة النائب كيت أليسون الذي اختار المنافسة على منصبه المدعي العام بالولاية بدلا من العضوية النيابية، كانت محاطة في مسارها الطويل بآلاف من طلبة المدارس العليا والجامعات التي قالت عنهم إنهم سر قوتها. إنها قائدة وحشدت الناخبين بشكل لم يفعله مرشحون آخرون، ستكون مرشحة رائعة. إلهان وهي تحقق هذا النجاح الذي يشكل تاريخا جديدا للصوماليين الأمريكيين، هؤلاء رقصوا معها طويلا ورددوا بكل الأصوات وبالغناء وبالدموع أن أمريكا وحدها قادرة على تحقيق أحلامهم في المواطنة الكاملة. نجحت إلهان عمر في تحقيق حلمها الشخصي بأن تكون أول امرأة مسلمة تترشح لمقعد في الكونغرس، لكنها وكما قالت على منصة التتويج أن الذي تحقق ليس هو حلم شخصي لإلهان، إنما هو حلم لكل فتاة لاجئة في مكان ما من العالم، ولكل فتاة قدمت إلى الولايات المتحدة بصحبة أهلها بحثاً عن حياة أفضل ومستقبل أفضل لأطفالهم. رمح خلالي، الحرة، مينيابوليس.